دول لازم ياخدوا الجرعه الجايه، لا كبار السن يفضل كثير واصحاب الامراض، مش كده؟ اصحاب الامراض المزمنه، مرضى القلب، اصحاب الامراض الصدريه الشديده، صح كده يا فندم؟ والسكر، والسكر والحوامل، وبعض الناس اللي عندهم نقص المناعه لامراض اسباب مرضيه اخرى، والحوامل، والحوامل ولا اكثر من 65 سنه، ولا اكثر من يعني اي حد اكثر من 65 سنه بيمر بيمر بـ 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 بالامراض دي لازم ياخدها، ولا اللي اوريدي 65 سنه وما عندوش حتى امراض من دي لازم ياخدها؟ اللي اكثر من 65 سنه في العموم لازم ياخد التطعيم، واللي عندهم هذه الامراض سواء اكثر من 65 سنه او اقل مفروض ياخد التطعيم. يعني انا فهمت كده حضرتك، يعني 65 سنه اذا كان الامراض دي حتى مش من مش عنده، فاكثر من 65 ياخد الامراض، ياخد الجرعه عشان يبقى على الاقل يعمل نوع من المناعه، يعني يحفز المناعه بتاعته او يقوي المناعه بتاعته. واضافه الى الفئات المستهدفه اللي حضرتك تفضلت بيها، ده مش مرتبطه بسن، هي بنسميها فئات مستهدفه. فئات مستهدفه، حضرتك بتشدد على ضروره ان دول ياخدوا الجرعه الجايه، بقى نقول الجرعه اللي التحفيزيه الثانيه، صح كده؟ وهي متوفره في كل مراكز اللقاحات. يعني من نفسه لو راح لاي مركز لقاح وقال له انا عايز اخد الجرعه الرابعه لسبب كذا او كذا وكذا، يقول له اتفضل. بالظبط يا فندم. طيب لو حد عادي عايز ياخد الجرعه دي ما عندوش حاجه، يعني واحد مزعج 30 سنه بتاع، يروح ياخدها؟ ياخدها، خصوصا الناس اللي معرضين انه يجي له عدوى من حد تاني، حتى لو ما عندوش، يعني افرض واحد بيشتغل في حته الفئات الطبيه كلها. تمام. يعني كل الفئات الطبيه او الكوادر الطبيه بصرف النظر عن سنه العمر السني، لان هم بيتعرضوا للعدوى من المحيطين بهم من المرضى. فدول يفضل او يجب ان ياخذوا هذه الجرعات سواء، وبياخذوها فعلا. تمام. سواء تطعيم الكورونا او تطعيم الانفلونزا الموسميه. يعني كل الفئات الطبيه او الكوادر الطبيه التي تعمل في المستشفيات او في التعامل مع الجمهور لازم تاخذ الجرعه. بتاخذ هذه الجرعه، وبتاخذ كمان تطعيم الانفلونزا الموسميه اللي هو بيتغير كل سنه حضرتك. تمام. طب على ذكر الانفلونزا الموسميه بقى، المفروض ضروري ان احنا المتحور الجديد داخلين عليه وهو لاخره، او متحور محتمل داخلين عليه وهو لاخره، هل لقاح الانفلونزا الموسمي ضروري لكبار السن برضه او الفئات المستهدفه؟ الانفلونزا الموسميه يا استاذ جابر ما لهاش علاقه بالكورونا. تمام. ده تطعيم وده تطعيم. تمام. وهقول لك الحته دي وبعدين هجاوب سيادتك. اتفضل يا فندم. افرض واحد مستهدف ياخد الكورونا والانفلونزا الموسميه. يقدر ياخده حتى في يوم واحد، حتى في ساعه واحده. كمان كويس. الفكره كلها ما ياخدش الاثنين في ذراع واحد. احنا ده مهم قوي. في عضله الكتف. مهم قوي. ممكن ياخد واحده في الناحيه اليمين والثانيه في الشمال. لو عايز يعمل فتره بينيه ما بين الاثنين ما فيش مانع. حضرتك معلش ناكد عليها تاني. اللي عايز ياخد لقاح الانفلونزا الموسمي ولقاح كورونا ياخدهم في توقيت واحد مفيش مشكله، لكن في دراع ودراع. ايوه بالظبط. ببساطه شديده. أيوة ما ياخدش أيوة. الاثنين في دراع واحد. مظبوط. ممكن ياخدهم في وقت واحد بس مش في دراع واحد. بالظبط. ممتاز يا فندم. اتفضل حضرتك يا فندم، في توضيح اخر بخصوص اللقاح الانفلونزا الموسمي. هو سيادتك في فئات برضه مستهدفه لتطعيم الانفلونزا الموسميه. تمام. مش كل الناس محتاجه تطعيم الانفلونزا الموسميه. تمام. الفئه التوسيعيه اللي احنا قلناها هي دي المستهدفه بالانفلونزا الموسميه زائد الكوادر الطبيه. تمام. تمام. طيب برضه احنا اتكلمنا، معلش حضرتك بتقودني كده لقضيه، يمكن برضه بعض الناس المناعة عندها شوية ضعيفة أو المناعة عندها طبيعية فهو عايز يزودها، فبيروح للمكملات الغذائية وياخد جزء، بعض الناس يعني، وبياخدوا جزء من المكملات الغذائية حماية لي، ظنا يعني حماية لي إن ده بيمنع الكورونا وبيقوم المناعة من عنده. حضرتك موضوع المكملات الغذائية وعمال على بطال وكل واحد ياخدها وهو لآخره، واحد بياخدها لرفع المناعة، هل ده جائز؟ صحي؟ سيادتك ربنا سبحانه وتعالى في الغذاء الطبيعي بكل محتوياته تمام المتوازنة تعطي الإنسان
احتياجاته من كل هذه المواد، وتدي الإنسان مناعة ضد الأمراض بإذن الله. فأي حاجة تانية بقى أنا يعني أنصح إنها لا تؤخذ إلا عن طريق وصفة طبية، الطبيب المعالج هو اللي يقول للإنسان إذا كنت محتاج حاجة تانية ولا لا. لكن الطبيعي الطبيعي لو الإنسان كل أو طعامه كان متوازن جدا وفي كل المحتويات، يعني سيادتك لو الواحد طبق سلطة صغير ايوه في بكل مكوناته ايوه له تقريبا معظم الفيتامينات اللي هو محتاجها. فخلي يعني اي حاجة دوائية او حاجة زيادة عن الطبيعي، يعني يفضل كثيرا، انا افضل كثيرا انك كنت عن طريق وصفة طبية من طبيب يستشيره، طبيب المعالج، ويحدد له ايه هو اللي محتاجه. لان هي في الاخر الانسان بيحتاج كميات قليلة جدا من هذه المواد، اذا كانت بتمتص طبيعي وتصل الى جسمه بالكميات المطلوبة باي نوع من انواع الفيتامينات واي انواع من انواع المكملات، فده بتديله المناعة الطبيعية الربانية اللي احنا كلنا عايشين بيها الحمد لله. طيب على ذكر الاكل، وانا اسف ان انا بطول على حضرتك، لا اتفضل. اهم طبق عند الدكتور عوض تاج الدين، يعني يحرص ان هو بياكل وقاعد على السفرة، حضرتك بتشدد على انه هذا الطبق يوم موجود، اهم طبق. والله والله سيادتك، يعني انا شخصيا انا في رأيي السلطة نمرة واحد، السلطة مكونات طبيعية الحمد لله، اللي هي السلطة الخضراء، الطماطم والخيار والفلفل والخس وكل حاجة. وبعدين سيادتك الأكل الطبيعي المتوازن، يعني الواحد ما ياخدش دهون كثيرة ولا نشويات كثيرة، كله توازن شديد جدا يكمل بعضه، فبتكون دي وجبة غذائية سليمة وصحية. يعني عندي طبق السلطة ده هو رقم واحد في الأولوية. الأولوية الأولوية الأولوية، والحرص عليه لكل الأعمار ولكل الفئات واللي حاملين للأمراض وغير حاملين للأمراض، ده صحي جدا بالنسبة له. بالضبط يا فندم. طيب كلمة أخيرة للمواطن، وحضرتك يعني أحد المسؤولين عن صحة المواطنين في مصر، حضرتك عايز تقول له إيه؟ والله عايز أقول الحمد لله، يعني إحنا بنشهد يعني تطور وطفرة في قطاع الرعاية الصحية، واهتمام شديد بكل فئة الشعب في قضايا الصحة الوقائية والعلاجية. فإحنا نساهم في هذا الكشف المبكر والمتابعة الصحية، وكل واحد أكيد له طبيب شخصي بيعالجه أو إحدى مراكز الطبية، تمام، يبقى في نوع من المتابعة، تمام، لأن إحنا عندنا أمراض بتبقى سارية والواحد ساعات بيبقى مش حاسس بيها، صحيح، زي ارتفاع ضغط الدم، صحيح، زي ارتفاع السكر. فانا رايي ان احنا كلنا الشريان التاجي ما هو الشريان التاجي ناتج عن هذه الحاجات. انا قالوا لي يا فندم، قالوا لي انه في الشريان التاجي في معهد القلب، قالوا لي انه مرض صامت، الم صامت في 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 الشريان من جوه، هم بيكشفوا عادي يعني وانا مش حاسس بيه الحقيقه. فده كثيرا من تكمله للكلام، يعني بيبقى عنده شويه الم في صدره، بيبقى عنده شويه سمنه مش مهتم بيها، قد يكون ضغطه متذبذب، وكثيرا حتى من مرضى الضغط او السكر، صحيح، يعني هو الانسان بطبيعته بعد شويه بيزهق، بيزهق من استمراريه العلاج او استمراريه نظام غذائي معين، فساعات بيفوت. هذا التفويت بينتج عنه بدون شك مشاكل. وانا بقول دايما ان الضغط والسكر هم اكثر حاجتين بمصامتين، واكثر حاجتين بيؤدوا الى مشاكل الشرايين، الضغط سواء القلبيه او المخيه، طبعا، وهم اكثر اثنين بيؤثروا على الكلى. يعني الواحد لو كل مره كل 6 شهور او سنه، صحيح، حسب العمر السنيه، يعمل نوع من المتابعه الطبيه، صح، بحيث لو اكتشف حاجه يلحقها، صح، وبدون شك حضرتك ما فيهاش ادنى شك، صحيح، الاكتشاف المبكر لاي مرض، صح، يعني الوصول الى نتيجه افضل واحسن كثير.
أنا بشكر حضرتك جدا على المحاضرة اللطيفة دي وتصحيح المعلومات ونصيحة للناس إنها تحافظ على صحتها إزاي. لما بيكون في مداخلة مع سيادتك كده بنحس إن الدنيا يعني بتنور للمصريين بعض الحاجات اللي ما بتبقاش واضحة بالنسبة لهم يعني. فأنا آسف إن احنا بنجهد سعادتك كده على آخر اليوم، فأنا آسف جدا يعني. وبشكر حضرتك شكر جزيل الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية. قبل ما اخد الفاصل بس اقول لحضراتكم ان هو بيتكلم على سعادة الدكتور بيتكلم على السكر والضغط. جزء كبير من حياتنا لازم يتغير حتى لو بعد كام سنة. يعني انت مش حدنك ماشي على وتيره واحده بنفس الاسلوب اللي انت عايش بيه، لكن الحاجتين اللي اي دكتور هينصحك بيهم، اي دكتور يعني الدكتور ماجد رمسيس رئيس قسم الكليه رئيس قسم القلب اقسام مراكز القلب في معهد القلب كان بيتكلم على المساله دي في احدى محاضراته وحضرت جزء منها. اتكلم على فكره انك رشت كل حاجه لكن عند طبق السلطه زي ما تفضل الدكتور عوض تاج الدين كده ما ترشتش. يعني ما تاكل، انت مش هتاكل طبعا طبق سلطه كبير بس تاكل طبق سلطه صغير. تخيل حضرتك بقى يعني انت شويه سلطه شويه يعني بيسموها ايه كوكتيل كده، شويه جرجير على شويه طماطم على شويه خيار على شويه يعني شويه جزر على شويه ده. حاجات كلها لو حضرتك حطيتها هتلاقي ان ده اهم طبق. حضرتك هتقول واحده يا سيدي هات الـ هات الـ هات الخياره هات الخياره وهات الطماطمايه وهات الـ وهات الـ شويه الجرجير. لو انت مكسل تقطعهم وعايز تسيبهم زي ما كده قدامك وزي ما اقوله كده بالبلد يعني وتقرم منهم اقرم زي ما بقول بالبلد كده يعني، عايز تقرم من الخياره اقرم يعني مفيش مشكله. بس او نقنق على راي ابراهيم الطيب نقنق النكته بتاعه الراجل قال له يا عم انزل كل معايا، قال له لا، قال له يا عم انزل كل معايا، قال انا هنزل انقنق معايا، نقنق خلص الاكل، فقال له بعد كده بقى نقنق في بيتكم تعالى كل هنا. فكلمه النقنقه دي بتجيب نتيجه يعني تفضل ما انت قاعد كده بتاكل بس كل صحي. انا بنصح نفسي قبل حضراتكم يعني، لانه المساله لما بتكتشف وتشوف شرايينك كده على الشاشه، لما لا قدر الله تعملوا اي حاجه تشوف شرايينك كده على الشاشه وجسمك كده على الشاشه والاطباء بيصولوا ويقولوا ويقول لك ده فيه كذا وده فيه كذا وده فيه، هتكتشف انه الموضوع عصبي جدا والموضوع يعني فيه نوع من انواع التحميل الزائد. طيب ما انا الدنيا كلها مشاكل والدنيا كلها مصاعب والدنيا، انا ما قلتش لا يا فندم. وطبعا بنصح برضو نفسي قبل حضراتكم وانا مش قايم عليكم والله ولا حاجه ولا بشتغل طبيب ولا ناصح ولا امين ولا بتاع، بس كل الموضوع ان زي ما تفضل الدكتور عوض تاج الدين كده الضغط والسكر نخلي بالنا من المساله دي كويس قوي. الضغط والسكر فنخلي بالنا من المساله دي.